اهلا وسهلا بيكم، انا معتز زهين ودي قناة كتب وسينما. في الفترة الأخيرة كان جالي عدد من الأسئلة كده على موضوع نزول الوزن والخطوات اللي عملتها أو التجربة بتاعتي في هذا الموضوع، فكنت هعمل يعني جزء كده في حلقة سؤال وجواب في الفترة اللي جاية، وبعدين قلت لا أنا يعني إيه عشان نتكلم بالتفصيل في الموضوع فنعمل حلقة مستقلة عن الموضوع ده. اول حاجة هو نتكلم عن الجانك فود والاكل من بره، لان ده كانت يعني حاجة مهمة جدا في النقطة دي تحديدا. انا طول عمري من ايام الجامعة، الكلام ده من سنين طويلة، بنتكلم من 20 سنة، وقعدت بعد الجامعة فترة كنت يعني في المنطقة بتاعت السبعينات، يعني حاجة وسبعين كيلو، ولكن جت فترة معينة من حوالي مثلا 5 سنين حاجة زي كده زودت شوية في الاكل من المطاعم بقى، يعني بدأت اكل من بره، مطاعم جديدة بتفتح جنبي مش عارف ايه، اجرب من هنا اجرب من هنا، كريب على بيتزا على مش عارف مثلا كنتاكي، يعني اي حاجة من الحاجات دي. وبدأت مش يعني خصوصا بقى لو كانت الحاجات دي في وقت متأخر مثلا بالليل، يعني فلو ما راقبتش الحاجات دي كويس الجانك فود تحديدا الوزن بتاعك هيبدأ يضرب لفوق وانت مش مراقبه تماما. فبدأت بقى المرحلة، خرجت من النقطة بتاعتي المنطقة بتاعت السبعينات للثمانينات، وكملت خرجت من الثمانينات للتسعينات، ولكن الخط الاحمر بقى قلت لا ده انا كده خلاص لازم اعمل رجيم لما خرجت بقى من التسعينات وكنت داخل على 100 اللي هو ايه عند نقطة 99، فوقفت عند الحتة دي قلت لا ده كده بقى يعني الموضوع باظ خالص، كنت سايب الموضوع مش مراقبه يعني فترة، فكده لا ده انا كده ممكن بقى اخش على 130، ولا ما لو سبت نفسك خلاص يعني مش هتعرف الوزن بعد كده رايح على فين. وده في الواقع مش بيضرك بس في موضوع مقاس الهدوم، وطبعا كانت حاجة بتضايق، بيبدأ كل شوية عايز تغير الدولاب بتاعك، الهدوم ما انتش عارف تلبسها لان حاجة دخلت في مرحلة الثمانينات، ده دي عايزة يعني ملابس لوحدها، انت كده بعدت عن السبعينات، فجأة دخلت في اواخر التسعينات بقيت عايز تزود نمرة كمان تلبس 2 اكس ولا حاجة 2 اكس لارج، طب كده الموضوع يعني هيبقى برضو مكلف حتى على النطاق بتاع الملابس، انت كل شويه تقعد تغير في المقاسات البنطلونات والقمصان وكل هذا الكلام. ولكن مش دي النقطه الخطيره، مش نقطه الملابس، ولكن بدات احس بايه اما يعني عرفت بقى ان زياده الوزن ليه اضرار كتير، يعني بدات اقرا عن الموضوع لان حسيت اصلا ببوادر كده، حاجه زي ارتجاع في المريء، عندي مشكله في المريء اما باكل بدات احس بحرقان معين، وخصوصا بقى طبعا الاكل من بره كتير بدا يسبب لي المشاكل دي. فهنا جت مرحلة البحث، قلت لا خلاص 99 لا انا عايز ارجع للسبعينات. هي بقى الموضوع طبعا عايز يعني هي حرب مع جسمك، هو نوع من الإرادة نوع من التحدي، مش فكرة يعني رياضة عنيفة بقى وجيم، وانا ما روحتش الجيم خالص، نزلت 30 كيلو بدون ما اروح الجيم، بس كنت بمشي ومش كل يوم ولا حاجة، نص ساعة يوم اه ويوم لا، يعني الموضوع ده واحد يقول لك ده دي مش رياضه خالص، ده يعني يعتبر كانك ما عملتش رياضه، بس ساعدت يعني، هو كان جانب مساعد مع النظام الغذائي، يوم امشي ويوم لا، كنت عامل جدول سبت واثنين واربع هنزل امشي فتره العصر كده او بالليل نص ساعه فقط 30 دقيقه. طبعا الافضل لو عملتها كل يوم، بس يعني لو تقدر وعندك وقت ممكن تعمل ايه، هم يعني اليوم طويل يعني انت نص ساعه بس وفر مثلا اي وقت، وقت اللي انت بتقعده على الفيسبوك مثلا خد نص ساعه وما تخشش خالص على الفيسبوك في هذا اليوم، وهيكون الافيد هو قضاء 30 دقيقه، تحسب حتى التايمر في الساعه بتاعتك، يعني كنت جبت ساعه من الساعات السمارت، هي الساعه اللي في ايدي دي كنت بلبسها، وابدا بقى ان انا يعني احسب لنفسي على التايمر، بعد نص ساعه هي هتعمل فايبريشن كده في ايدي خلاص هبطل ماشي بقى ايه وخلاص كده هرجع، وبتحسب لك طبعا كمان عدد الخطوات، يعني مشيت كام الف خطوه في اليوم مثلا، نص ساعه دي بتعمل لها حوالي مش عارف 4000 خطوه او 3000 وكسر، يعني حاجه زي كده في حدود 4000 خطوه حسب اصلا سرعه مشيك، وهل مشي سريع ولا ماشي، انا مشي كان متوسط يعني. فكانت اصعب مرحله هي رحله بقى البحث عن نظام غذائي، خش بقى على قنوات اليوتيوب اشوف، شفت دكتوره وعد ودكتوره اسمها نيلي شمس وعدد من الدكاتره او اللي هم دكاتره متخصصين مثلا في التغذيه او مثلا ناس معينة بتتكلم عن أنظمة رجيم، بدأت أفهم الفكرة العامة كده واخترت النظام اللي هو اللو كارب أو منخفض الكارب، يعني الحاجات اللي هي إيه اللي قللته مثلا عشان أفقد الوزن ده، قللت مثلا من عدد كميه العيش اللي باكلها، العيش ده كان اخطر حاجه اني كنت ساعات بتعشى اكتر من رغيف عيش، رغيف كبير يعني، فطبعا ده اصلا بيسبب السمنه، وكمان كميه الرز او المكرونه في الغداء لازم تقل جدا، وتحسب كام عدد الملاعق اللي انت بتاكلها. ففي البدايه عشان برضو نتكلم على يعني اضرار بعض الاشياء عشان تبقى داخل وانت عارف الموضوع، ما تمشيش بشكل عنيف مع اي نظام عشان ممكن تتعب، انا تعبت في البدايه او بعد فتره من الصيام المتقطع، هو نظام على فكرة جيد جدا ونزلني اول 10 كيلو
بس بعد كده ما كملتش معاه وبرضه ومع ذلك نزلت. اذا فمش هو اللي يعني ايه، ما تفتكرش ان الصيام متقطع فقط هو اللي هيخليك تنزل، لا، في انظمه كتير ممكن تنزلك في الوزن بدون صيام متقطع، لان الصيام المتقطع صعب ومش مناسب لكل الاجسام. عن تجربه يعني، هو ما ناسبنيش انا، قد يكون مفيد ليك جدا. في ناس ممكن تتبع فتره الرجيم بس ولكن مش هتكمل معاك نظام مدى الحياه، لانه يعني صعب. انا كنت بوقف اكل عند الساعه 8 بالليل وما اكلش غير عند تاني يوم 12 الظهر، فبنتكلم في حوالي 16 ساعة مسموح فيهم طبعا بالشرب مثلا المشروبات وهذا الكلام، ولكن المفروض ما تاكلش في الفترة دي. فهو نظام مفيد انا عارف، وطبعا لو كتبت فوائد الصيام المتقطع ليه فوائد كتيرة للجسم وللصحة وللتخسيس تحديدا، ولكن لو انا كملت فيه يعني قعدت فترة عليه وكده، بس جه يوم يعني كنت تعبان او كنت خلاص صاحي وانا مدروخ كده، حاسس ان ضغطي واطي او مش قادر من كتر يعني يمكن اكون عملت حاجة غلط فيه او كده، ولكن هو عموما ما ناسبنيش انا، فوقفت عند الحتة دي قلت لا انا مش هكمل مع النظام ده، هو اصلا مخليني دايما ايه حاسس ان انا جعان، بنام جعان يعني بنام بالعافية كده، بس ماشي على نظام وقواعد صارمة. انا عايز نظام يكون مريح حتى لو هيطول معايا في عدد الشهور او الفترة اللي هقعد فيها بالرجيم. فشفت نظام اسمه الخمس وجبات، هدوروا عليها كده على اليوتيوب هتلاقي نظام الخمس وجبات. ايه بقى يعني هل الخمس وجبات؟ لا، هو افطار وغدا وعشاء ووجبتين صغيرين، يعني مثلا تفاحة تعتبر وجبة، مثلا المكسرات شوية صغيرين خالص، طبعا مش مكسرات يعني لوز وعين جمل وكده، حاجة صغيرة خالص بتحسب عدد الحبات حتى. طبعا انا ما اقدرش ادي ارقام معينه، انا مش طبيب او مش متخصص، يعني يرجى البحث عن طبيب يديك جدول معين، لان كل وزن ليه جدول او هذا الكلام. ولكن انا مشيت كده بدون طبيب ولا حاجه، مشيت بالقنوات يوتيوب والكلام ده، فما اقدرش انا انصح حد بجدول معين، ولكن ممكن تبحثوا عنها على النت عشان تشوف النظام الانسب ليك واللي هيريحك. فانا مثلا هدي مثال للوجبات اللي باكلها في اليوم واللي تسبب نزول، والنزول ما كانش سريع، هو النزول حصل في البدايه، بيحصل نتيجه صيام متقطع نزول سريع، يعني نزلت مثلا بسرعه في اول شهر يجي 10 كيلو، فجاه بدا الجسم يقاوم او بدات اقول ايه ده، وانا ما بنزلش ليه، ايه اللي حصل، الرجيم باظ ولا ايه، مش عارف ايه. عند المرحله دي لما بتحس بالثبات كده وتبدا تيأس، كمل هيكسر بعد كده وهينزل تاني. يعني وقفت بعد العشرة كيلو مفيش حركة خالص، فجأة بعد فترة قعدت أكمل كسرت ونزلت كمان 20، لسه ما وصلتش بالظبط لل 30 كيلو بس خلاص فاضل لي كيلو، يعني أنا نازل من 100 لحد دلوقتي أنا 71، يعني فاضل لي كيلو وكده 30 كيلو. فالمرحلة دي ما تخليكش تيأس، يعني ما تلاقي نفسك ثابت فترة، ده طبيعي جدا، ولو سألت أي حد بتاع تغذية يقول لك اه طبيعي إن هيجيلك مرحلة فيها مقاومة كده ومش هتتحرك خالص على الميزان. فعلى سيرة الميزان، ما توزنش نفسك أصلا غير كل أسبوعين ولا حاجة، لو أنت هتكمل وعايز تكمل في الرجيم الميزان ده هيعقدك، لو قعدت كل يوم تقف على الميزان وتلاقي نفسك بقى مش عارف إيه ده أنا ما نزلتش النهاردة، إيه اللي حصل الأسبوع ده؟ ما اتحركتش ليه؟ فتروح سايب الموضوع وتروح واكل، دي بتحصل لناس كتير وحصلت لي قبل كده في تجارب سابقة مع الرجيم، كنت أقف على الميزان فلاقي نفسي ما اتحركتش مثلا بقالي يومين، فاقول ايه ده الموضوع مش مجدي خالص، يعني كل التعب ده وما بنزلش حتى 100 جرام، ايه ده يا عم، لا ده انا هاكل بقى ايه بيتزا النهارده خلاص. فهي الحته دي بقى والعند مع الرجيم هتخليك تزيد تاني جامد في الوزن. فالمثال بقى زي ما قلنا للوجبات مثلا، ده كل دي امثله وما حدش يتبعها لان كل جسم بيختلف عن التاني، فما ينفعش تمشي بالظبط على الجدول ده يعني، ولكن هقول نص رغيف مثلا في الفطار مع 2 بيضه مسلوقه، وهاجي عند الغدا مثلا هاكل، هتحسب بقى شوف الرز، انا كنت الاول باكل كميه رز كبير، لا خلاص دلوقتي بتحسب المعالق، لازم تحسب العدد. هو مسموح لك مثلا بست معالق رز، باخد مثلا حوالي 4، يعني هو احتياطي 4 معالق رز بس وشويه خضار وصدر فرخ، وبعد شويه ابدا اكل تفاحه لما اجوع كده بعد كام ساعه تفاحه، وبعد كام ساعه اخد مثلا ربع رغيف ومعاه زبادي او جبنه قريش، وبعد كام ساعه او قبل النوم بقى، يعني مثلا الساعه 11 مثلا، لو لازم تسيب فتره كده ما بين اخر وجبه والنوم، فحتى شويه المكسرات دي تحسب وجبه، حتى لو 7 حبات بس، 7 حبات مكسرات لوز او عين جمل صغيرين كده، واسيب كذا ساعه قبل النوم تريح معدتك خالص، ما مش اكل وانام على طول، كنت اعمل كده زمان اكل وانام، طبعا ده برده بيسبب السمنه، بسيب بقى دلوقتي حوالي 3 4 ساعات قبل النوم. وبالنسبه للمشروبات كنت بستخدم الشاي الاخضر يعني كوبايه في اليوم وكوبايه قرفه بالجنزبيل، يعني كل يوم على الخطوات دي، كل يوم لازم كوبايه شاي اخضر وكوبايه قرفه بالجنزبيل، يعني بيساعدوا برده، يعني في كلام ان هم بيساعدوا على موضوع الحرق. يبقى هي الفكره كلها في تقليل الرز والمكرونه يعني فكره النشويات والعيش الكتير ده اكتر حاجه هتضرك. في ناس كانت تقول لو بطلت عيش خالص احسن، يعني في ناس بتيجي بالليل كده وتغمس مثلا الجبنه، تاكل الجبنه بالفلفل
او بالخيار او بالخس، يعني بدل العيش بنستخدم العيش كده في الاكل، لا بيجيبوا خس ويغمسوا بيه، فيقول لك انا همنع العيش تماما. يعني ماشي، ده نظام في ناس تقدر تستحمله، بيقولوا ان هو مفيد جدا، وانا شفت تقارير كتير عن الكلام ده، وفي ناس مبطله العيش خالص من حياتها. ولكن انا عشان كنت مدمن عيش يعني وكده، فلا يعني مش هقدر فجاه اوقفه تماما خالص، لا يعني هسمح لنفسي مثلا برغيف في اليوم او 3 ارباع رغيف في اليوم، حوالي 6 معالق رز بس. دي فكره الكميه النشويات كده اللي هي ايه اللي كنت انا بزود فيها، او كنت اخد طبق مثلا مليان رز. حجم الطبق بيفرق برضو، حاولت اقلل كده حجم الطبق وتاكل بالراحه. لو اكلت تمضغ كده بشويش تحس برضو انت هتشبع احسن. وطبعا كمان غير المشاريب اللي انا اتكلمت فيها، هنشرب الشاي الاخضر والجنزبيل، الميه طبعا لازم تشرب كذا كوبايه ميه على مدار اليوم، تحس ان انت معدتك مليانه كده فمش عايز تاكل. فكره كمان قنوات الاكل يا جماعه، ابعدوا عن الحاجات دي، سواء تحديات الاكل او ريفيوهات كتيره للمطاعم، وانت مش يعني مفيش داعي تشوف ريفيوهات كتيره للمطاعم وانت ما بتحبش الاكل من بره، او انت يعني مثلا في مرحله تخسيس مثلا، هتقعد تشوف ريفيوهات ايه المطعم ده حلو قوي، ده بيقول ان هو مطعم جامد ومش عارف ايه، انا عايز اجربه، انا لازم اجربه، وتحس ان هو الموضوع ايه فرض عليك مثلا، والراجل بقى يقعد يقول لك لذيذ قوي والمنيو عامله ازاي ومش عارف ايه، فيغريك للاكل من بره. في قنوات كتير بتخدعك او بيضحكوا عليك، ما بياكلوش الكميه دي. في ناس اتكشفت في موضوع الموك بانج، او الكوريين اللي هم بيقعدوا ياكلوا كميات كتيره من الطعام دي، بيعملوا قط معين عند فتره ويقوموا بالقيء او ترجيع الطعام ده وانت مش شايف، وكشفوهم وكان ليهم عدد من الفضائح، وناس قعدوا يتكلموا عن النقطه دي، وتلاقي الواحده من دول عماله تاكل كميات بقى، وتقول ايه ده، طب ما هم بياكلوا هم ومحافظين على رشاقتهم عادي وبتاع. فممكن ده يخزن عندك صوره سلبيه بقى، ويدخل في دماغك ان ايه ما اكل انا كمان ممكن ما تخنش. لا ده مش هيحصل، دول بيضحكوا عليك، دول بيقطعوا حتت معينه وبيعرفوا يخرجوا في وقت معين ويتصرفوا في الاكل، واهدار طعام وكلام ما يعني بلاش تشوفه وانت عامل ريجيم. او تلاقي واحد من اللي بيقعدوا يجربوا مطاعم ويلفوا ومش عارف ايه ويديك ريفيو، وتيجي تشوف جسمه في الاخر تلاقيه عامل فورمه وكذا، وفي ده في طباخين في التلفزيون تلاقيهم بيعملوا اكل تقيل ومسبك ومعرفش ايه، وهو اصلا جسمه فورمه. ما تصدقش اي حد وما تصدقش الموضوع ده، هم نفسهم خايفين على صحتهم. هو في يعني شيفز كتير من اللي موجود على العالم ممكن يكونوا بيعملوا اكل تقيل وهو نفسه ما بياكلش الاكل ده، وتلاقيه مثلا ممكن يكون نباتي، يعني ممكن يكون عمال يعمل لك اللحوم التقيله ومنظر البهرجه دي اللي ممكن تاثر عليك او تخليك عايز تاكل اكل تقيل وسمين، وهو مهتم بجسمه وبيلعب رياضه وما بياكلش اصلا الكمية دي. انت ممكن تشوف الحلقات الكتيرة الواحد عامل ريفيوهات اكل، فتفتكر بقى ان هو مقضي حياته كلها في المطاعم، وقد يكون بيعمل كده وده شيء مش حلو، ولكن لا هو ما بيعملش كده. ممكن مثلا بيبقى رايح للمطعم ده ومجوع نفسه تماما عشان ياكل الكمية دي، فانت تفتكر ان هو ده هو بيعمل كده على طول وما بيتخنش، طب ما اعمل كده انا كمان. لا فبعدوا عن الحاجات دي لانها برضو بتأثر سلبيا، وخصوصا كمان الموضوع والكارثة اللي هي منتشرة في العالم كله، وحتى كان في العالم العربي يعني كتير، اللي هي موضوع تحديات الاكل. الاكل مش تحدي، الاكل مش فايدة، الاكل خيبة، التخن خيبة، تخن مش هيبة. فبتقعدش تفكر في الحاجات دي، يقول لك تحدي اكل، تحدي في ايه؟ وانت يا ابني عامل انجاز مثلا حاجة معينة، تحدي في حاجة مفيدة، تحدي في حاجة ايجابية، مش حاجة تجيب لك سمنة وسكر وقلب وضغط عالي. ففين التحدي؟ يعني مثلا ممكن واحد طب امسك سكينة بقى واموت نفسي مثلا قدام واحد، وقول اللي هيموت نفسه هيكسب، يعني فين العقل في الموضوع؟ القناة دي يعني دمرت ناس كتير وتسببت في السمنة حول العالم، قنوات عربية او عالمية. يقول لك تحدي واللي هيكسب مش عارف ايه، ورهان وهعمل فيه مقلب ولا ينفذ حكم. يعني تحدي لايه اصلا؟ تحدي للصحة ولا تحدي للجسم ولا تحدي لموضوع اهدار الطعام، ولا يعني نوع من التفاهة الزائدة عن الحد. او تلاقي واحد بياكل اكل تقيل في القناه واللي جنبه يقعد يشجعه، ايوه عاش يا وحش، عاش مش عارف ايه، وحش ايه يا عم، هو يعني ليه اصلا بيعمل كده، وايه الانجاز التاريخي اللي بقى. انا عارف انه بيعمل كده عشان المشاهدات، اي واحد يقول لك ما هو بيعمل كده عشان المشاهدات والفلوس اللي بتجيله من القناه وتحديات الاكل، ولكن بتكلم على الحماس اللي هم بيبقوا فيه، وكانه فعلا لما يخلص الطبق ده انجاز، مفيش اي انجاز في الموضوع ده. بالعكس بقى، ده الانجاز اتضح ان الصعوبه الحقيقيه هو التحكم في الجسم، اهو ده الانجاز بقى. انت تبقى وحش لو اتحكمت في جسمك وما سبتوش يقودك، ولما انت لو انت بقى اللي يعني سايب الحبل على الغارب كده وعمال تاكل اي حاجه قدامك، فده فين التحكم؟ فين السيلف كنترول؟ ده بالعكس انت مش وحشه ولا حاجه، ده دي حاجه خيبه خالص. لان موضوع الدايت ده والرجيم هي خطه وتحكم
حرب بتحارب جسمك او يعني خصوصا انا بتكلم على السمنه قوي يعني. انا كنت داخل على 100 كيلو فالنزول اللي هو الكبير تعتبر قعدت فتره لازم التزام كامل على الجدول او على العشاء الساعه كام، هقف هنا مش هاكل بعد الساعه كام، يعني طبعا بتبقى حاجات صعبه. وعايزين نقول برضو فكره الشهور والعدد الكيلو اللي ممكن تنزلها، اقصد انها مش بالورقه والقلم، يعني مثلا اول شهر نزلت 10 كيلو، شهر تاني 2 كيلو، شهر تاني مش عارف 5 كيلو، يعني الموضوع طالع نازل. يعني انا بقالي تقريبا حوالي 6 شهور، يبقى كده المعدل بنقول 5 كيلو في الشهر، ولكن هي ما مشيتش كده. شهر كان اول شهر مثلا 10 كيلو في الشهر، تاني شهر نزلت 3 كيلو بس، مش عارف شهر تاني 4، وبعدين كذا، وبعدين يعني الموضوع. فعشان كده ما تقفش على الميزان كتير، لو انت مكمل وعايز توصل لهدف معين خلاص ما تقعدش بقى تقف على الميزان، الميزان ده بيجيب احباط كبير. وطبعا في انظمه تانية كتير بقى، في كيتو ومش عارف النظام ايه ونظام كذا ونظام الوجبه الواحده ونظام، في انظمه كتير اللي عايز يجرب. بس انا بتكلم عن تجربتي، انا استفدت من قناتين، قناه دكتوره وعد وقناه لدكتوره نيلي شمس، ومشيت على فكره الخمس وجبات دي، فادتني بشكل كبير اخر مجموعه من الشهور. لكن في البدايه مشيت على اللي هو الصيام المتقطع، وهي الدكتوره وعد تاخد منها معلومات معينه، دكتوره نيلي تاخد منها معلومات معينه، عملت ميكس كده بين الاثنين وخليط يعني خاص بي انا، يعني ما اقدرش امشي مثلا على النظام بالظبط بتاع دكتوره وعد او تحديدا بالظبط، وان كنت اقرب يعني لنظام دكتوره نيلي، ولكن استفدت من القناتين. دكتوره وعد برضه عندها معلومات قويه جدا وقيمه على القناه، ولكن ما رحتش يعني جيم ولعبت رياضه تقيله ولا حاجه. اول رياضه الوحيده اللي اتبعتها في رحله النزول هي المشي فقط. لو تقدر تمشي كل يوم ده جميل جدا، انا بمشي يوم يوم لا 30 دقيقه فقط. وهنا الكلام بقى عن الفوائد، تحس ان انت اكثر لياقه او تمشي كده بسهوله، تحس ان جسمك خف. في نفس الوقت موضوع ارتجاع المريء يعني الحمد لله خلاص راح. برضو اسالوا بطبيبكم خصوصا الناس اللي عندها المشاكل في المعده او في المريء، هل فقدان الوزن الكبير مثلا 30 كيلو او 20 كيلو هيفيدني صحيا في الحتت دي؟ يعني احتمال كبير ان هو يقول لك لان هو فادني عن تجربه انا، ان فقدان الوزن هيفيدني جدا في موضوع ارتجاع المريء. وممكن حد يقول لي لا ده مش فقدان الوزن، ده هو ان انت بطلت اكل من بره. انا اعتقد يعني ان هما الميكس الاثنين مع بعض، تبطل اكل من بره اللي ضر المريء بتاعي اصلا وسبب لي مشاكل، وفي نفس الوقت ان انت تنزل وزنك، الميكس ده مع بعضه هيخليك الحاله بتتحسن تماما. ويعني الحمد لله ما عادش عندي النقطه دي. فهو ليه فوائد كتيره، طبعا خساره الوزن الزائد، انت تكون في الرينج معين، في بتشوف وزنك المثالي كام، وتحسب طبعا الاول طولك كام وكذا، وعايز ايه الخطه المستهدفه، وعايز توصل لحد رقم كام بالظبط، وتبدا بقى بعد كده تمشي على النظام. فدي كانت تجربتي مع التخسيس ونزول يعني 30 كيلو، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمه، ومع السلامه.